الدكتورة بسمة واحدة سألت الأستاذة ميار البجلاوي أنت اتطلقت 11 مرة ستت؟ رجعت قالت لها تاني مرة أنت اتطلقت 11 مرة صح ولا غلط؟ قالت لها صح. طلعة تقول اتطلقت 11 مرة من جوزي في العلن، فبرد عليها في العلن، وطالما كلامها دخل بيوتنا لازم كمان الرد يدخل بيوتنا. وميار الببلاوي بترد وبتقدم بلاغ ضده للنائب العام بتهمة الخوض في عرضها واتهامها بالزنا. لسه كل يوم في جديد في قصة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر بعد الفيديو اللي نشره على صفحته وبيرد فيه على كلام ميار الببلاوي في برنامج العرافة مع بسمة وهبة. ورد الشيخ محمد أبو بكر على الفيديو اللي طلعت فيه ميار الببلاوي وهي منهارة من العياط بعد ما وصف اللي عملته بالزنا، وقال هي دلوقتي طلعت قدام الناس كلها تقول أنا اتطلقت من جوزي 11 مرة بسبب أني كنت عايزة أخلف، وقال أنا ما فضحتش حد في فرق ما بين التصريح في السر والتصريح في العلن، والأستاذة ميار الببلاوي هي اللي طلعت وصرحت في العلن، وطالما التصريحات دي دخلت بيوتنا فلازم الرد كمان يدخل بيوتنا، ووضح أنه بينتقد الفعل مش الشخص، والموضوع ملوش أي علاقة لا بالأزهر ولا الأوقاف، وهو متحمل مسؤوليته كاملة. ولجأت ميار الببلاوي للنائب العام وقدمت بلاغ ضد الشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقصف والخوض في عرضها ووصفها بالزانية. ولو مش متابع الموضوع من الأول فخلينا أقولك الأحداث اللي بدأت لما طلعت ميار الببلاوي في برنامج العرافة في رمضان وقالت إنها اتطلقت من جوزها الأول 11 مرة بسبب رغبتها في الخلفة. ومن كام يوم رد الشيخ محمد أبو بكر وقال إبراء لذمتي الإسلام بريء من اللي قالته ميار الببلاوي، كلامها لا يمت الدين بصلة، وأكد إن ربنا خلى الطلاق 3 مرات مش 11 مرة، والمرة الثالثة بتكون حاسمة وفاصلة، وقال إن اللجوء للمحلل ده اسمه تحايل على الدين وما يجوز شرعا، ولعن الله المحلل والمحلل له، وتتحط اللي تعمل كده تحت حكم الزنا. وطلعت ميار الببلاوي بعد كلام الشيخ محمد أبو بكر وهي منهارة، وقالت إنها الست محترمة وكل جوازاتها كانت على سنة الله ورسوله، وإنها ما عملتش حاجة حرام، وبسبب الكلام اللي قاله الشيخ ابنها قطعها. شاركنا برأيك في التعليقات وما تنساش الفولو علشان فيديوهات تانية كتير.